اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان. بمناسبه عيد الميلاد المجيد بتمنى لك الك ولاسرتك عيد سعيد وسنه مباركه مثمره من كل ناحيه وصلاه هاي السنه تكون سنه خير وبركه وسلام وفرح ومحبه على الجميع ولا سيما اللي بيشاهدونا احنا ما زلنا في موسم الميلاد عاده موسم الميلاد هو في شهر ديسمبر حتى نص يناير او حتى اكثر بحسب التقويم الشرقي او او الغربي ولكن احنا في زمن الميلاد في موسم الميلاد عيد الميلاد هو عيد الطفوله عيد المحبه عيد الفرح عيد العطاء عيد العائلة هو عيد اللي كل سنة نتذكر في ولادة ربنا يسوع المسيح وبنتأمل في هذه الولادة العجيبة ونحاول نقصها نحكيها لأولادنا ونحكيها للناس اللي حوالينا سواء في الأسرة في البيت سواء في الكنيسة وسواء عبر يعني شاشات التيفي او التواصل الاجتماعي من سنه لسنه بنحاول نتكلم عن ميلاد ربنا يسوع المسيح هذا الموسم فيه بهجه فيه جمال فيه رونق فيه معايده فيه زيارات فيه طبعا صفحه جديده تنسى الماضي تنسى الحقد والضغينه والحسد وكل الأمور السلبية ومنحاول نبتدي بصفحة جديدة نبتدي بداية جديدة في موسم جديد حتى نشوف هذا الطفل اللي تجسد في بيت لحم هو الإله القدير المخلص العجيب اللي قام بمشروع الخلاص لكل الجنس البشري هذا ما نحتفل به في هذا الموسم وفي هذا التوقيت ساواصل حديثي عن قصه الميلاد العجيب ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل